سلطة بنجر. السلطة مكوناتها ايه؟ سلطة البنجر بالعنب والذرة. بنجر متقطع مكعبات كده زي ما انتم شايفين، ذرة، عنب، خل عنب، ومعانا ايطاليان صوص، ليمون، وثوم مفروم. اول حاجة هحط الايطاليان صوص كده. المكونات دي جميلة جدا مع بعض، الليمون مع الايطاليان صوص مع خل العنب بيدي طعم حلو قوي. يعني لو احتجت خل تاني هبقى احط مع الليمون. شوية فلفل اسود. مش هنحط زيت ليه؟ لان الايطاليان صوص اصلا فيه نسبة من الزيت، فعشان كده مش محتاجين نحط زيت. هحط بس توم مفروم كده، هحط البنجر، وبعدين هحط الذرة. طعمها السلطة دي تجنن بجد، حلوة جدا جدا جدا. وهنحط كمان العنب. هقلبهم كده بس، واحطهم في التلاجة قبل ما هقدمهم. وانا هحطهم في التلاجة دلوقتي